الضغط والنادي المكنسي اختلفت معطياتها من فريق لآخر. الفتح الرباطي كان يحمل على عاتقه هم كسب النقاط الثلاث في ظل عودة المتصدر المقابلة، وانطلق معها بحث الفريقين عن الهدف خاصة من جانب لاعبي الفتح الرباطي الذين كانوا الأقرب إلى هز الشباك في أكثر من مناسبة أمام يقظة الحارس المتألق هشام الغوفي. هنا حكم المقابلة أدوان جيد سيعلن عن ضربة جزاء لفائدة المحليين بدعوى تدخل زكريا الإسماعيلي في حق بدر الكشاني. عبد الفتاح بوخيس تكلف بالتنفيذ وسجل أولى الأهداف. الإيقاع نفسه شهد الشوط الثاني، عادل المسكيني يضيع أبرز محاولة في هذا الشوط. الهدف بدر كشاني يعود بقوة ويؤمن فوز الفتح الرباطي بتوقيعه للهدف الثاني. وفي الأنفاس الأخيرة من المقابلة عبد المجيد الدين يتمكن من تسجيل الهدف الوحيد للنادي المكنسي في هذه المواجهة التي شهدت أيضا طرد مروان سعدان بعد تلقي للبطاقة الصفراء الثانية، لينتهي اللقاء بفوز الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد.